مساء الخير. بالأمس سقط عشرات القتلى في مغرة النعمان في مشهد أصبح من يوميات المدنيين في إدلب وريفها بسبب الهجمة العنيفة التي تتعرض لها المحافظة من قبل قوات الاحتلال الروسي ومن خلفها ميليشيات النظام. لم يستدعي هذا الحدث الجلل والمصاب الكبير أطراف المعارضة لعقد المؤتمرات وتشكيل الوفود للضغط على الدول الفاعلة لإيقاف القصف على المدنيين. لا تصغي المعارضة لآنات المصابين ولا لآهات الجرحى، وإنما يتهافتون بالطبع ويجتمعون عندما يطلب منهم المشاركة فيما يسمى اللجان الدستورية واللقاءات التي يدعي القائمون عليها أنها تسعى لإيجاد حل سياسي. وليس اللقاء المشبوه الذي عقد في ألمانيا عنا ببعيد، والذي خرج بإعلان وثيقة عيش مشترك تؤكد على أن سوريا لكافة الطوائف وأن الجميع مسؤولون عما يحدث في سوريا. وفي ظل التشتت الذي تعانيه المعارضة أصلا، بدأت دعوات جديدة للقيام بلقاء ثوري كما يدعي القائمون عليه. المكان المخصص للقاء القاهرة، والزمان بعد نحو شهر ونصف. الشخصيات الداعية له هو فراس الخالدي، وهو من المحسوبين على منصة القاهرة. أما الذين توجه لهم الدعوة فأشخاص غير معروفين وليس لهم أي نشاط سياسي. الهدف المعلن من هذا اللقاء هو العمل على إصدار وثيقة ثورية تطرح رؤية للحل السياسي في سوريا. وهنا نتساءل، ألا تعد تلك المؤتمرات مضيعة للوقت وسببا لزيادة الفرقة والتشتت؟ أليس حريا بجميع من يدعي تمثيل السوريين أن يعمل على إيقاف القصف على إدلب أولا، بدلا من مناقشة وثائق لحل سياسي سينتهي تماما هذا الحل في حال اقتحام ميليشيا أسد لإدلب؟ ما هي معايير التمثيل التي يتم على أساسها اختيار من يحضر مثل تلك المؤتمرات؟ وهل يوجد تمويل وطني لها؟ هل سيتماهى مع ما سيخرج أو يتماهى ما سيخرج عن تلك الوثيقة مع قرارات الأمم المتحدة التي تفضي لرحيل بشار الأسد عن السلطة، أم أنها ستتناغم مع الرؤية المصرية المعروفة حيال سوريا كون اللقاء سينظم على أراضيها وبرعايتها؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. تتجاوز هذه السيدة خطباء الساسة ومؤتمرات المعارضة وبياناتهم، وتتوجه للرئيس الأمريكي بلغته الأم لتشرح له عن معاناة أبناء جلدتها في مدينة معرة النعمان والمجزرة التي أودت بنحو 40 قتيلا. قناعة هذه السيدة ومن خلفها السوريون بأن أصواتهم لم تكن لتصل لآذان صاغية جاءت بعد فشل أجسام المعارضة على مدى 8 سنوات من تحقيق أي تقدم باتجاه حل سياسي يحقق أهداف ثورتهم. هذه الأهداف التي تتحدث شخصيات غير معروفة عن إقرارها بوثيقة ثورية في معرض سعيها كما قالت للتأكيد على مبادئ الثورة. الوثيقة وبحسب مصادر خاصة لأورينت ستصدر عما أسموه لقاء ثوريا سيعقد في مدينة القاهرة بعد نحو شهر برعاية الخارجية المصرية ورجلها فراس الخالدي الذي يسعى لضم شباب لا خبرة لهم في العمل السياسي. هذه قوات الدفاع عن الأمة العربية. التجمع الجديد الذي يسعى الخالدي لإنشائه سيأتي بحسب ما ذكرته المصادر منسجما مع رؤية الحكومة المصرية التي لا تمانع استمرار نظام أسد في الحكم، كما لا تخفي تعاونها الأمني معه. وتؤكد المصادر أن التجمع أيضا يسعى إلى طرح مبادرة للحل السياسي في سوريا، هذا الحل الذي تحاول روسيا صياغته منفردة عبر ما يسمى باللجنة الدستورية من خلال مناقشة دستور تكتبه موسكو مع كيان معارض تشرعن من خلاله بقاء نظام أسد على رأس الحكم ويضمن لها مصالحها في سوريا. تحركات مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون الذي يتولى نشر الدعاية الروسية حول تشكيل دستور جديد في سوريا
أتت بالتوازي مع ظهور كيانات تمول من جهات غير معروفة وتدعي تمثيل الشعب السوري كتلك التي أعلنت عن إصدار مدونة سلوك لعيش مشترك قبل أشهر في برلين. أرحب بضيوفي عبر الأخبار الصناعية من باريس بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وائل الخالدي، بضيفي من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول المختص في شؤون الشرق الأوسط ومدير تحرير في الأهرام، وبضيفي من الريحانية التركية الباحث السياسي فراس فحام، ومن إسطنبول أرحب بالباحث والمحلل السياسي ماجد عزام. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ مع وائل الخالدي من باريس، مرحبا بك معنا وائل. ما نعلمه حتى الآن أن هناك اجتماع قريب في القاهرة لشخصيات معارضة، لا نعلم من هي إن كانت معروفة أو غير معروفة، جديدة على الساحة أم لا، برعاية مصرية من أجل بحث حل سياسي لسوريا. أطلعنا على تفاصيل أكثر. بداية تحياتي لك أستاذ ولي أحمد ولكل الضيوف ولكل المشاركين. يبدو أن أورينت والإعلام السوري بيعرف أكثر شيء أكثر من المعدين للمشروع، وبيعرف أكثر من اللي لسه البيان ما خلص تبعهم، وبيعرف أكثر أشياء نحن لسه ما بنعرفها للأسف. بس على كل الأحوال رح جاوبك عادل أسري، أنتوا حكمتوا بالمقدمة عدة محاكمات. ما حكمنا، ما حكمنا، أنت موجود معنا لتوضح لنا يا وائل. لا 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 كانت واضحة أستاذ أحمد. لا أنت مش أول مرة تطلع معي، بتعرف طبعاً أنا مرتاح جدا. أنت ريحتني. إيه؟ لا أنت ريحتني، أنت جبت من الآخر حتى أنا كمان خلص الموضوع. طيب. فباختصار ما يحدث فراس الآن فراس قريبك ولا تشابه أسماء ولا شو، بس لا أفهم اللي هو داعي. فراس أخي شقيقي ابن أمي وأبي. جميل. فراس أخي شقيقي ابن أمي وأبي. حلو. عشان تكون أمور واضحة. فلنبدأ بداية الموضوع. عندما تداعينا نحن بعد مشكلة اللاجئين في لبنان. كانت أزمة قوية وكبيرة وترحيلات ومعتقلات في سجن رومي ومداهمات لمخيمات. فبدأنا بنشاط معين يخص اللاجئين. فتواصلنا مع الأخ محمود بكار بأمستردام مع مجموعة من الشباب عم يشتغلوا على عمليات إنه نضغط على الأمم المتحدة، نضغط بعدة أماكن. المشاورات طالت واستطالت وامتدت لنشطين آخرين، لنشطاء ضمن المخيمات، لشباب بإدلب، لشباب بتركيا، لشباب بمصر. فبدأنا نحكي كلام مختلف شوي عن السابق. طبعا لجأنا مباشرة للإئتلاف، وبأستاذ يا ريتك تدعي الأستاذ بدر جاموس اللي قال لي حجمي وسقفي وأنا موثق هذا الكلام عندي، أنه يصدر بيان إداني. هذا كان أكثر شيء ممكن توصل له مؤسسة معارضة، وتفضل وتمنن علينا ببيان إداني. أنا لا أهاجم شخصيات، بس لنفهم يعني أنتم بصدد اليوم نعم. أنتم اليوم ما تقومون به بصدد إنشاء منصة جديدة، حزب جديد، معارضة بتشكيلة جديدة، بس لنفهم العنوان العريض ونفوت بالتفاصيل أكثر. جميل البداية. أنت وضحت لي كيف بلورة الجهود تدريجيا. الموضوع مهم جدا، لأن إذا ما عرفنا ليه نحن وين بديت ما بتعرف ليش احنا عم نعمل هذا الكلام. طب هلا بالتأكيد. فباختصار نحن لم نكن أصلا، لا يوجد الدعوة ليست لدعوة لتيار. أنا فكري ودعوتي للشباب بالأساس أن نفصل ما يسمى بقوى الثورة والمعارضة، لأن كلمة قوى الثورة المعارضة وضع الأستاذ هيثم المالح الله ييسر له، ويعني دمجنا المعارضة، وضعنا نفسنا كلنا تحت خيمة المعارضة التي اليوم كلنا نعلم. سمي لي أي معارض ستقول لي أنت يا أستاذ أحمد أي دولة ترعاه قبل أن أقول لك. اليوم كل معارض له دولة يعني راعية يعني له. والله أنا كتير بتفهمك، بس مشي لي خطوة خطوة. اليوم نحن بصدد في القاهرة هذا الاجتماع الذي سيعقد لإنشاء منصة جديدة، حزب معارض جديد، بس فهمنا شو العنوان وكمل بدك يا. أتمنى أن ينشأ على هذا اللقاء، أتمنى أن ينشأ عن هذا اللقاء عشرات الأحزاب. أنا مع الأحزاب السياسية، ولكن اللقاء الذي نتداعى إليه الآن، لأنه يا جماعة ويا شباب نحن نريد وثيقة ثورية، من يعمل في أي إطار في أي مكان أن تكون هذه الوثيقة مفتاح العمل له من البداية حتى النهاية. نقول نحن اليوم الآن نحن أمام مبادئ الثورة السورية في 2011 وآليات تطبيقها وتنفيذها في إطار الأزمة الحالية الدولية هي 1-2-3-4. لدينا رؤية سابقة ولاحقة متطابقة مع مخرجات الثورة السورية، نريد أن نعممها، نريد أن ننشرها، نريد أن نوحد جهود الشباب بالحد الأدنى من التفاهمات. وليكن كل شاب بحزبه، كل شاب بتياره من الجايين. نحن أبدا دعينا من مختلف المشارب، وما زلنا ندعي على فكرة، لن ننتهي، وما زلنا أصلا نتجادل على البيان. ما زلتوا تدعون هاي مشان ما أسألك ليش ما بعثت لي دعوة يا وائل. عم تستبق طيب لماذا القاهرة؟ طيب اليوم خليني أسألك لماذا في القاهرة؟ كمان استسقوا صيئ دعوة.
كلا سؤال جميل، سؤال جميل. المشكلة اليوم نحن نتكلم بدأ كما قلت لك انطلاقنا من قضية اللاجئين جعلنا نبتعد عن دول المحور، دول الجوار ما يسمى عفوا دول الجوار. دول الجوار السوري منخرطة بقضية اللاجئين، وأي مؤتمر بهذا الإطار سيؤدي إلى التأثير عليها بشكل مباشر والتأثير علينا أيضا بشكل مباشر. لذلك اخترنا مصر كون الشعب المصري يعني بقضية اللاجئين له شهادات لا تشاط لها غبار، والموضوع يعني انتشر على الإعلام وهذا أمر أصبح معروف. وفي ظل أصبت اللاجئين اليوم في تركيا أصبح يعني صعب جدا أن نقيم أي مؤتمر، ولا نريد الذهاب بمؤتمرنا أو لقائنا إلى الخليج بسبب السقف السياسي بشكل معين. نحن اقترحنا، مجرد مقترح لحد الآن، على فكرة لم نأتي لا موافقة من أي جهة ولا رفض لحد الآن، الحديث عن أن نقوم بهذا الموضوع. من يستطيع يتحملنا كشباب حراك ثوري يتكلم ثورة سنجتمع بالقاهرة، هل توافقون؟ نعم أو لا؟ ستسألني عن دعم، ناطر سؤالك، بس مبدئيا أنا عم بحكيك على الموضوع الاجتماعي. اختيار شيء طبيعي يعني، حتى وإما كان هناك دعم ليست من دول يا أستاذ وائل، يعني هناك مصاريف بكل تأكيد عندما يكون العدد دعم. كبير أنتم بحاجة تيكتات طيران، تذاكر سفر عفوا، وحجوزات فندقية يعني من يغطي هذه النفقات؟ تحب جاوبه؟ بالتأكيد عظيم. نحن كل المدعوين لحد اليوم لن يتجاوز عددهم على الأقل، على الأكثر يعني بالماكسيموم 120 ل 150 شخص، أكثر من 50 منهم في أوروبا. تكلمنا مع الشباب، كل شاب بيحجز تكت طيارة عنه وعن صديقه، والفندق عم نحط فيه ثلاثة، الغرفة عم نحط فيها ثلاث أشخاص. يعني مبدئيا نحن لحد اليوم تعمدنا ونتحدى علنا دول إن كانت سميها من القاهرة إلى الخليج أن تقول أو يدعي أحد أو يصدق أحد أن يقول نحن نقبض ليرة واحدة. الهدف بس من كل العملية جميل. إخراج عملية إذا تمويل ذاتي، كل مين بمول حاله، لا في جهات لا في دول ممنوع. حلو، سترى سوف ننشر جميل حتى جميل من جميل مول من. يعني سنقول والله فلان دفع عن فلان. كتير منيح، بس 120 شخص برأيك هدول من هؤلاء؟ هل لديهم نشاط سياسي، حراك سياسي، يمثلون فئات معينة؟ كلام جميل. كيف يتم يعني 120 شخص سيبحثون وثيقة حل سياسي في سوريا ويقدمون وثيقة ثورية كما بدأت حديثك، بيكفي برأيك العدد الشخصيات؟ نعم. كيف الحقيقة تنتقل؟ نحن نطرح وثيقة حل وليس لدينا مبادرة، وهذا كلام غير صحيح. ليس لدينا وثيقة حل وليس لدينا مبادرة، نحن نبحث عن تفاهم وتوافق ثوري بين شباب حراك ثوري يعمل وناشط، وليس الجاهل بالسياسة، شباب ناشط الآن يعمل على كل المحاور، يعمل في إطار الأمم المتحدة، يعمل في إطار الدولي، يعمل في إطار المخيمات، يعمل شباب حقيقي ثائر موجود على الأرض، يعمل في إطار الفصائل، يعمل في عدة أطر. هذا شباب موجود حقيقي نتواصل معه الآن. من هم؟ ما زال التواصل قائم، وما زالت المراسلات قائمة، وما زال العمل جدي على هذا الموضوع. هذا الشباب ليس هو شباب مجهول، بالعكس ستظهر الأسماء أنها كلها معروفة في مناطقها وكلها مزكاة. نحن لا نخرج يعني بس مو من كل مثلا مو كل ألف نجيبهم كلهم، عم نحاول نعمل جهدنا بسبب المصاريف أنه يا شباب اللي بيقدر يحمل أخوه يجيبه معه، ما بيقدر يحمل أخوه يأخذ توكيل منه. يعني عم نحاول نعمل جهدنا أنه نخفف المصاريف ونحصرها لحتى نقدر نحمل بعض الهدف. طيب الهدف يعني أشخاص هذه الخطوة إن تبلورت ونجحت، ما الهدف منها؟ يعني بدي ابني بناء على كلامك وأجوبتك باقي النقاش مع باقي الضيوف الكرام. الهدف وضع الحد الآن، لا نملك ورقة ثورية واحدة تحدد مسارات ويعني تحدد وثوابت الثورة السورية كاملة ومساراتها المستقبلية. نحن نبحث عن قول يا جماعة نحن توافقنا على هذه الورقة، روح انتمي إن شاء الله لأي حزب، بس على الأقل يا أخي خلينا متوافقين على هاي النغمة، على هاي الورقة الأساسية الأولى، وبعدين نحن نقول مع بعضنا، نتعاون مع بعضنا، لأنه اليوم في ظل إطار مشاريع سياسية تخص شمال سوريا، مشاريع سياسية تخص شرق سوريا، مشاريع سياسية تخص جنوب سوريا، نريد مشروع سياسي على الأقل توافق ثوري جديد، إحياء لروح الثورة الجديدة، ونقول الثورة تقول لا سوريا واحدة، سوريا كاملة. بس في اليوم كتير منصات معارضة وتكتلات وائتلافات، ويعني هؤلاء يعني ما نظرتكم لهم؟ وفي أسماء معروفة من المعارضة ممكن إذا قلتنا نحن ما عندنا مشكل مع المعارضة، يعرفها الشعب السوري. نحن شوف لا لا لا، نحن الفكرة كالتالي، نحن ما عندنا مشكل مع أي أحد من المعارضة، بالعكس تماما داعيين لهم وكل يوم ندعي لهم بالخير، وصلنا صابرين عليهم 9 سنوات حتى يطلع معهم شيء. نحن ما عندنا مشكل، متمنى ينجح أي جزء أي قسم من المعارضة وأي مؤسسة معارضة بإيصال الشعب السوري لبر الأمان، نحن متمنى النجاح للجميع، وهذا الشيء بالعكس، ونحن لا نضع أنفسنا بطرف آخر معادي للجميع أبدا. ليس هذا الكلام نهائيا، بالعكس نحن نريد أن نكون طرف داعم، طرف يا أخي عندنا رؤية. المشكل في المعارضة حاليا للأسف كلنا شايفين وضعها الحالي، تجاوزات الدونر، الداعم، التأطر،
عرفت كيف؟ يعني مشكلة اليوم أسيتانا وسوتشي خيانة عامة للشعب السوري، وكنا في الناس عم تطبل له فصائل بكاملها، فيلاق الشام غيره يعني منخرط فيها. يعني اليوم نحن عم نحكي عن خيانات عظمى بحق الشعب السوري، ثم نسكت عن يعني المعارضة لم تعد هي المعارضة. امبارح بسمع يعني أحد معارضين على قناة الحرة حيين عرض باليوم عم بيقول ليش عم تهولوا من الموضوع بتركيا؟ شيء بسيط اللي عم بيصير في تركيا ولبنان. إذا تهجير اللاجئين بالنسبة لهذا المعارض اللي هو مرتاح بوضعه، المعارضين بشكل عام جميع المرتاحين، وأؤكد لك لا يوجد معارض مزروق أو متضايق أو تعبان، ولكن لا يوجد ثائر لا على الأرض ولا خارج الأرض مرتاح. هم الآن مرتاحون، والثورة كلها في مكان والمعارضة في مكان. نحن نريد أن نقول أن هذه الثورة تستطيع أن لديها أظافر ولديها أقلام وتستطيع أن تتحرك، هي الفكرة. جميل، أنتقل إلى إسطنبول إلى الأستاذ ماجد عزام الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك من جديد أستاذ ماجد، ما رأيك بها بالفكرة؟ ما رأيك بما قاله الأستاذ وائل قبل قليل؟ يعني أولا مساء الخير لحضرتك لضيوفك للسادة المشاهدين. يعني أنا أعتقد أنه في أي نقاش منهجي نناقش الفكرة بشقيها، الشكل والمضمون، ونناقش الشخوص، ونناقش أين المكان الذي ستخرج فيه ستبصر فيه الفكرة النور. لكن أنا عندما أتحدث بالشكل بالشان السوري أتحدث دائما أيضا عن نقطتين منهجيتين. أنا أحترم اجتهادات الناس، لا أمارس التكفير السياسي أي التخوين بحق كل من ينتمي إلى الثورة، وأحترم اجتهادات الناس مع حقي أيضا في الاختلاف أو في تقييم. نحن نطرح الآراء، هذا مفهوم وحق اختلاف أو فضل. اتفاق، لكن مع احترام كامل لآراء الناس في الاجتهاد. الأمر الآخر أنه في سوريا يعني حتى لا نجلد الذات، يعني كان النظام الأكثر بشاعة في أنظمة الاستبداد اللي استنسخها الانقلاب الأم في مصر عام 52، مثل ما وصفه ميشيل سورو، هذا كانت العصابة المتوحشة، الدولة المتوحشة. يعني حتى ليس مثل مصر وتونس كان هناك معارضة وكان هناك إعلام وكان هناك انتخابات نقابية، تعرف في سوريا كيف كان الوضع، كان هناك قتل العمل السياسي. يعني نحن نتحدث عن إنسان تم التصليب على رجليه على ركبتيه لمدة 50 عام، ثم منع من العلاج والآن يطلب منه أن يمارس حياته بشكل طبيعي. ورغم ذلك يعني المعارضة تحمل جزء من المسؤولية، لكن يجب أن ننتبه أنه حتى في ظل هذا الواقع الثورة السورية، الشعب السوري واجه عصابة الأسد، ثم واجه إيران وحشود الشعبية الموتورة، فتي بالموضوع أستاذ ماجد. حتى استجدوا، هذا أمر مهم جدا. طيب، أمر مهم جدا، حتى استجدوا روسيا لكي تنقذ النظام. يعني نحن نتحدث أنه تحميل المعارضة كل المسؤولية عندما الشهر الماضي اجتمع، لا هذا موضوع آخر، يعني ناقشنا في حلقات حتى حضرتك كنت ضيف معنا أستاذ ماجد، بس خلينا مشان نختصر الوقت، بس فتي بالموضوع. يعني أوكي، يعني أنا أعتقد أنه الائتلاف هو يفترض أنه ممثل للمعارضة السورية، وكان يجب أن يتعامل، وقلت لحضرتك قبل هيك، لو كان هناك أنظمة عربية جدية كان تعاملت معه مثل ما تعاملت حاليا معه حالياً يعني بالشكل العام المعترف عليه للتمثيل. لكن اللافتة عم تسمعني أستاذ ماجد، ليس الائتلاف، الحفاظ على الائتلاف، هيئة التفاوض رياض 2 هي من تمثل المعارضة في بي 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 بالاجتماعات التي يعني تتم في سوتشي، في أستانا، في ويبحثون الجنود السورية. طيب، يعني حتى الاسم، يعني أنا أميل إلى أنه الائتلاف حتى مع هي التفاوض تم توسيعها والائتلاف يقوم بجهود، لكن أجسام المعارضة الرئيسية سواء الائتلاف أو التفاوض هي الأجسام الرئيسية، أن تفكر الناس، أن يفكر الشباب، أن يحاولوا يطرحوا رؤى. لكن أستغرب أنا كيف يتم طرح رؤى ثورية من القاهرة اللي هي الآن عاصمة الثورة المضادة. رأينا مثلا ما هو قال لك لأنه اليوم الوضع على الحكومة الفكرة الشرعية على الثورة الليبية. أستاذ ماجد، هي النقطة أجاب عنها قبل قليل، سألت عنها، قال تم اختيار القاهرة بسبب يعني إيجابية التعامل إن صح التعبير مع اللاجئين، على عكس ما يحدث في دول الجوار، من بدءا من تركيا، خلينا تركيا حتى بالأخير، قبل لبنان، قبل الإيجابية من الناس، لكن نحن نتحدث الإيجابية من الناس، الشعب المصري اللي كان ودود طول الوقت مع اللاجئين اللي استقبل في الحرب العالمية الأولى، في الحرب العالمية الثانية، الشعب المصري الودود. لكن نحن نتحدث عن نظام غير ديمقراطي وغير منتخب، ونتحدث عن خطوة سياسية، نتحدث عن نظام هو يدعم نظام بشار الأسد، هو يقود ويدعم كل الثورات المضادة في العالم العربي. كيف يمكن تصور أن يدعم عراق ثوري؟ يفترض أنه إذا كنا نتحدث عن مبادئ الثورة فلا بد يعني إعلان جنيف، كل القرارات في روحها. يعني هلا لو أطلقوا لك هل حراك هذا الثوري من باريس كان رأيك مختلف أستاذ ماجد؟
لا طبعا، يعني على الأقل أنه ممكن نقاش الجدوى ورأي الأساس أنه هناك أطل للمعارضة السورية، هناك نقاش للفكرة، لكن أنا أعتقد من حيث المبدأ لن تسمح أنظمة الاستبداد لن تسمح بعمل مع كامل تقدير للنوايا الطيبة للشباب، يعني لن يسمحوا بعمل يتحدث عن الثورة السورية، عن إسقاط النظام، عن حلول، وهم أيضا يدعموا النظام، يعني يتحدثوا عن أنه النظام عن دعم الجيش، اللي ليس هناك جيش، هناك حشود طائفية من بلاد مختلفة. الآن نتحدث في إدلب أن الروسي أرسلت قوات خاصة، هي وضحت هي قوات وضحت النظام. يعني أنا أعتقد أنه الفكرة أنه الفكرة لابد أن تكون تحت مظلة، تحت المظلة الموجودة مع كامل التحفظات عليها، لكن يجب أن ننتبه للنجاحات اللي حققتها الثورة السورية، ولابد أن يكون هناك ضمن المعارضة. إذا أرادوا أن يتحدثوا الشباب ويطرحوا أفكار، هناك أطر موجودة، لا 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 حجر عليهم، ومع احترام اجتهاداتهم، لكن أنا لا أتصور أنه يتم السماح، وأنا أعرف أنه يتم السماح برؤى ثورية في 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 عاصمة هي تقود الثورة المضادة في العالم العربي. يعني طيب، بهالنقطة اللي انتهيت فيها أستاذ ماجد، أنتقل إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول، المختص في شؤون الشرق الأوسط ومدير تحرير في صحيفة الأهرام. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ أشرف. إلى تفاصيل بشكل صريح ولا يخفى على أحد، موقف النظام المصري، الحكومة المصرية، الإدارة المصرية من الثورات بالعموم وخاصة في سوريا، يعني هو موقف داعم كما يقولون للحكومة السورية، لنظام بشار الأسد، للجيش السوري. وبذات الوقت هناك تنشأ مثل منصة القاهرة التي محسوبة هي على المعارضة بشكل أو بآخر، تحتضنها وتدعمها مصر. واليوم نتحدث في هذه الحلقة أيضا عن حراك ثوري جديد أيضا سينطلق من اجتماعه بعد فترة قليلة من القاهرة. ما هو موقف القاهرة اليوم من ما يحدث في سوريا، وكيف لنا أن نفهم هذه الازدواجية إن صح التعبير؟ يعني بداية أريد أن أسألك، يعني هل هذه الحلقة من أجل يعني بحث هذا سؤال افتتاحي معك السوري أم للهجوم على مصر؟ لا لا، يعني ضيفك من اسطنبول يعني أسهب في لعن مصر، خليني أوضح لك شغلة يا أستاذ أشرف، من ثورة 23 يوليو وجمال عبد الناصر. أستاذ اليوم هو ذكرى ثورة 23 يوليو وذكرى الثورة التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر، هذه الثورة التي لعبت دور كبير في حركات التحرر في العالم العربي وفي أفريقيا وفي أسيا وفي العالم. جمال عبد الناصر الذي يعني حمل فكرة القومية العربية والوحدة العربية، ويأتي هذا الرجل من اسطنبول لكي يلعنه. طيب، هل هو صار لازم أنا هون حط بس أنا ما لعنت، رجع للحديث أستاذ ماجد. أحمد أستاذ ماجد، استنى تكلمت في سياق الفكر السياسي، فكرتك ورأيك كل الاحترام حقك، بس خليك شوي أستاذ ماجد، خليك شوي رح أرجع لك. أستاذ أشرف خليني أوضح لك بس نقطتين وترك لك مجال لما تتكلم عنه. أستاذ أشرف خليني أوضح لك كم نقطة، نعم. بترك لك المجال للإجابة. أول شيء، هذه الحلقة عنوانها واضح، نحن نتحدث عن سوريا، عن المعارضة السورية والمنصات التي تنشأ حاليا، أو القوى والتحركات التي تنشأ حاليا. لا هدفنا اليوم نقيم مصر وأداء مصر، بس بدأت أنا بسؤال افتتاحي. ثانيا، هذا البرنامج يمكن حضرتك أول مرة بتكون فيه، يحمل آراء مختلفة، يحتمل توجهات مختلفة، فلذلك لا لي شخصنت الأمور، ناقش الفكرة، أعطينا وجهة نظرك فيها، شرحنا فيها، حللنا فيها، بغض النظر عن الشخص الموجود هون أو هناك، تفضل. يعني بداية، عندما دعوتوني للمشاركة في هذه الحلقة حاولت أن أتواصل مع بعض المسؤولين ومن يتابع الملف السوري في مصر، فوجدت أنه لا أحد فيهم يعرف شيء عن هذا المؤتمر أو هذه الدعوة، ولا يوجد أي تفاصيل عنه، ويعني شعرت بالدهشة إلى أن يعني جئت للحلقة واستمعت لضيفك الأستاذ وائل الخالدي، وأكد يعني ما ظننتم منذ البداية، وهو أن مجموعة من الشباب لديهم حماسة، يريدون أن يشاركوا في عمل شيء ما لوطنهم، ولذلك هم ما زالوا يعني يجمعون أنفسهم، ما زالوا يفكرون، ما زالوا يرتبون، حاولوا التواصل بالقاهرة مع القاهرة، ولكن يبدو حتى الآن لم يتلقوا. هذا الأمر من وجهة نظرك لا يحتاج موافقات، من موافقات أمنية، موافقات سياسية، تواصل مع الخارجية، أي شيء من هذا القبيل؟ عندما يتم الاتفاق بالفعل وتحديد الموعد لابد من موافقات. حتى الآن لا أحد يعرف
من هم، ماذا يفعلوا، ماذا سيفعلوا. مصر لديها يعني قناعة ولديها أولويات في التعامل مع الملف السوري، وهو الحفاظ على الدولة السورية بأي شكل كان. أما النظام فالذي يحدد بقاء النظام أو عدمه هو الشعب السوري وهو الخيارات السورية. مصر عندما تدخلت أكثر من مرة في هذا الملف واستضافت يعني لقاءات، وهذه اللقاءات انتهت إلى التوصل إلى مناطق خفض للتهدئة. مصر يعني سعت لإحلال السلام بشكل مناطقي من أجل الشعب السوري في النهاية. مصر ترفض التدخلات الأجنبية في سوريا، وتريد يعني أن يقوم السوريون أنفسهم بوضع حلول لقضاياهم، بوضع حلول لمشاكلهم. إذا كانوا لا يريدون نظامهم فليتم هذا من خلال الحل السلمي، من خلال المفاوضات أو غيره. لا أحد يعني يؤمن بالقومية وبالعروبة وبالإسلام وبالمسيحية وبأي شيء في هذا الوطن يرضى بما حدث في سوريا من تدمير وتقتيل وتشريد. شعب عظيم فوجئنا به يعاني هذه المعاناة، ونحن في مصر يعني لدينا علاقة وثيقة جدا وعلاقة تاريخية. ويعني ما يتعلق باللاجئين السوريين، هل جاءوا اللاجئين السوريين يعني هروبا إلى مصر، أم دخلوها من الأنفاق، أم دخلوها عن طريق الدولة المصرية والحكومة المصرية ورحبت الدولة بهم ورحب بهم الشعب؟ لا يمكن أن نفصل هذا عن ذاك. وبالتالي لابد أن يعلم أي كائن ما كان أن الدولة المصرية يعني همها الأول هو الحفاظ على الشعب السوري والدولة السورية، وسوريا لها ما لها في قلوبنا جميعا. طيب سأعود إليك بعد قليل أستاذ أشرف، أرجو منك البقاء معنا. أنتقل إلى الريحانية وضيفي من هناك الباحث السياسي فراس فحا. مرحبا بك معنا أستاذ فراس. عندما تسمع أنباء مثل الحلقة التي نتحدث بها، وشرحنا بالبداية الحلقة الأستاذ وائل شرح على ما أظن أنه كافي ووافي، كيف تنظر إلى مثل هكذا خطوات؟ هل تنظر بنظرة إيجابية بغض النظر اليوم على المبادئ أو الخطوط العريضة، بأننا هل نحن بحاجة إلى تغيير المعارضة، إلى منصات جديدة، وأيضا غياب الدعم؟ قال لي وائل في بداية الحلقة لا يوجد دعم، كل الجهود فردية، كل مين بيتحمل نفقة حاله من أوتيل من طيارة. هل نحن قادرون اليوم على التحرك منفردين بدون دعم، بدون أصدقاء، بدون شخص يعني يوصل سوريا إلى مكان يستحقه الشعب السوري اليوم بعد 8 سنوات؟ تفضل فراس. مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. مساء. أشكرك على هذه الاستضافة، لأنني من خلالها سمعت بهذا المؤتمر أو الندوة التي يتم التحضير لها. في الحقيقة يعني حول سؤالك، إذا ما كنت أنظر بإيجابية إلى مثل هذا الحراك، فالإجابة بالتأكيد لا، بغض النظر عن شخوص هذا الحراك ونواياهم. لا نعلم نحن النوايا ولا نريد الخوض فيها، لكن هناك أشياء منطقية لا يمكن تجاوزها. النقطة الأولى، بس لماذا لا تنظر بإيجابية؟ النظام المصري، تمام، أنا قادم على النقاط واحدة تلو الأخرى. النقطة الأولى، أن الحراك عندما ينطلق من دولة تحكم بالأجهزة الاستخباراتية كما يحصل الآن في النظام المصري، وهو نفسه من كان يقود تحركات لإعادة تعويم النظام السوري في بداية العام الحالي، وأوقفها عندما زار وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إلى مصر، ولاحظنا بعدها كيف تغيرت التصريحات الرسمية المصرية، وباتوا يتحدثون عن انتقال سياسي بعد أن كانوا يدعون إلى إعادة تأهيل النظام. فكيف لنا أن ننظر بإيجابية من حراك يصدر من هذه الدولة؟ النقطة الثانية، أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع أطروحات جديدة تتعلق بإعادة العلاقات العربية أو العربية النظامية بين قوسين إلى النظام السوري. وبالأمس كان وزير خارجية سلطنة عمان في دمشق يعرض على الأسد مبادرة عربية جديدة. لا أعتقد أن القاهرة بعيدة عنها، تتعلق بإخراج إيران وحصر المسألة فقط بخروج إيران وبقاء النظام وبقاء روسيا وبقاء كل الأجهزة الأمنية. هناك توجه واضح، هي المبادرة الروسية اللي بحثتها مع إسرائيل مؤخرا الإيراني نفسها، صح؟
تماما بالضبط. أنا لا أتهم الآن الشباب القائمين على هذا الأمر أنهم ينسقون مع إسرائيل أو ينسقون مع النظام المصري، لكن نحن كلنا نعلم أن هذه التحركات لاحقا يتم احتوائها ويتم توجيهها أو يتم إيقافها وعدم السماح باستمرارها. هذا فيما يتعلق بالمكان. نعم، هناك أيضا أشياء استوقفتني. التبرير بأنها تحدث في القاهرة من أجل البعد عن قضايا اللاجئين وما إلى ذلك، هناك عشرات الآلاف من اللاجئين في مصر. لاحظنا خلال الأيام الماضية هناك عملية تجيير واضحة، تجيير سياسية واضحة لما حصل مع السوريين في إسطنبول، وبالطبع نحن نتضامن معهم ونتضامن مع ما حصل معهم. ونحن لاحظنا أيضا أن هناك اتجاه بعد تواصل الجمعيات السورية مع السلطات التركية، هناك اتجاه لتلافي الأوضاع، وهناك الآن تحركات وهناك مهل تم منحها. بدأت هذه القضية تجير كثيرا من أجل تبرير تدخلات. يعني بالمحصلة نحن بالتأكيد شو لها علاقة بمصر هذه ندافع عنها، لكن هذه التحركات في تركيا. لا هناك ضيفك من باريس قال أن مشكلة اللاجئين هي التي حصلت في تركيا هي من دفعتهم إلى الذهاب إلى لا ليس في القاهرة. تركيا فقط في يعني حقيقة استوق. طيب أكمل تفضل بترك الرد هلا. تمام، أنا استوقفتني هذه النقطة. تمام، أنا استوقفتني هذه النقطة لأنها واضح أنها عملية تجيير سياسي لقضية معاناة الشعب السوري، لمعاناة اللاجئين. هناك مساعي كثيرة لتصفية حسابات سياسية على ظهور اللاجئين السوريين. النقطة الثالثة، يعني عن أي مخرجات ثورية نتحدث إذا كان رئيس منصة القاهرة وتسمى منصة القاهرة كونا أو رمزا لتبعيتها للقاهرة ولأنها نشأت من القاهرة. اعترض قبل فترة في عام 2017 على بيان منصة الرياض عندما كانت تتبنى الانتقال السياسي، وهناك تصريح لهم على قناة العالم الإيرانية حسب ما أذكر في ذاك الوقت كان يتحدث أن تعنت ما لهم علاقة يا فراس، ما لهم علاقة بمنصة القاهرة. يعني أنا ما فهمته أن الأخ وائل هو شقيق الأخ فراس الخالدي، وأن كأنه الحراك متعلق أيضا أو له دور فيه، وهو يعني وهو يجري في القاهرة. ونحن نعلم أن هناك ارتباط بين منصة القاهرة والنظام المصري، وبالتالي مستحيل أن يكون أصدق على فراس الخالدي يعني بشكل مجرد. طيب ها تمام، هلا تماما يعني طيب. لا يمكن عزل المسائل عن بعضها، يعني طيب. لا يمكن عزل المسائل عن بعضها. نحن لا نتحدث عن دولة ديمقراطية. نعم. فقط أنا أريد أن رح أعطيك مجال كمان هلا عندي فاصل بس يا فراس، أرجو منك البقاء معنا وباقي الضيوف الكرام. هذا فاصل قصير مشاهدينا. نعم. نعود بعده لمتابعة النقاش في ذات الموضوع. ابقوا معنا. فيهم خير ما كان حرموك من أبسط حرياتك. سوريتنا ملونة لا لسواد الإرهاب. تتعدد الأزمات والقضايا وتتشابك في ملف واحد، يسبر تفاصيل قضية حساسة وشائكة، نحللها، نغوص في أعماقها، ونستخلص العبر والنتائج. ملف مشترك يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل. أعود أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الأستاذ مجد عزام الباحث والمحلل السياسي، بضيفي من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول المختص في شؤون الشرق الأوسط ومدير تحرير في الأهرام، الأستاذ فراس فحام الباحث السياسي من الريحانية التركية، وبضيفي من باريس الكاتب والمحلل السياسي وائل الخالدي. مرحبا بكم جميعا من جديد. أبدأ مع وائل الخالدي. وائل، بالتأكيد لديك ردود، أرجو أن تكون سريعة وبنقاط سريعة على ما تحدث به الضيوف، تفضل. تحياتي استاذ احمد، لا اريد ان انسى ان كل التعازي لاهلنا في المعره اليوم ولكل الشهداء الذين سقطوا اليوم. لا يمكن اتهام من يقف لاجل اللاجئين ويعمل لاجل اللاجئين بانه يسيس عمليه اللجوء، بينما من يبرر لتركيا ويبرر للبنان ويبرر لدول اخرى وحتى يبرر لتحرير الشام يقال عنه انه والله يسعى لمصلحه اللاجئين. هؤلاء الذين يسيسون ونحن الذين نسعى وندافع من غير مصلحه ولا سبب. هؤلاء اهلنا، نحن منهم ونحن منا، وهذا شيء طبيعي وواجب طبيعي على اي انسان. المشكله في شباب الثورة للأسف الذي وقعنا فيه غالبا في المرحلة الماضية هي التفكير داخل الصندوق. دائما هناك صندوق يقول سقفك المعارضة، خليك يأسان، هاي المعارضة مو قدراني تعمل شيء، انسى. بدك تنشط مثل ما قال الأستاذ ماجد بالبداية، انشط ضمن إطار المعارضة، والمعارضة ما شاء الله شو عم تسمح لي، ولا عم تسمح لابن إدلب، ولا عم تسمح لابن المعرة، ولا عم تسمح. إذا ما قبلوا يستقبلوهم أساسا بجوا إلا تحت إدارة جيش الحمزات أو تحت إدارة ناس حاطين العلم التركي لحتى يستقبلوهم. فحاجتكم ارتباط يا وائل بمنصة القاهرة هي إطار يطار. لا 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 أبدا، نحن أصلا يعني على فكرة اليوم كثير انظلم في رأس بهذا الموضوع، ولكن لا يهم. نحن الآن لا نسعى إلى مناصب، نسعى إلى حل ورؤية حل أو توافق بالحد الأدنى. اليوم ما نسعى إليه اليوم اختيار مصر كما يقول الأخ، لأنها لم نقل نحن أبدا بسبب ضد تركيا اخترنا مصر ولا ضد لبنان اخترنا مصر. الموضوع ليس هكذا أبدا، بالعكس تماما. الدولة المصرية إن استطاعت، الحكومة المصرية، وإن قبلت كلام ثوري وإن قبلت كلام يتحدث عن رحيل النظام الأسد وعن رحيل لا 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 عن إطار العمل السياسي وعن تطبيق القرار 2254 وعن عملية سياسية تؤدي لتغيير النظام في سوريا، إذا رضيت مصر لماذا أنتم حزينون؟ لماذا الشعب السوري سيحزن على هذا الكلام؟ إذا أنتم تتهمون مصر أنها منحازة إلى الأسد. طيب. طب يا سيدي أخذتم موافقات وإن؟ تماما. فالفكرة باختصار أخذتم موافقات من مصر؟ باختصار شديد، نحن لحد الآن لا يوجد موافقات ولا يوجد رفض. أنا تواصلاتي شخصية في هذا الموضوع في هذا الإطار، يا جماعة اجتمعنا عنكم مانع، لحد الآن ما في أي موانع، لحد الآن أمورنا ماشية، لحد الآن لم ننهي التواصلات. يعني أستاذ فراس فحام للأسف أنا كلفت أخي كلمه، فأنا من متابعين لأستاذ فراس ومتابعين كمان يعني لعدة أخوة وشباب آخرين، لم تنتهي التواصلات حتى هذه اللحظة. لكن في مشكلة عند الشعب السوري ومعذور، يعني إحنا خبرتنا بالسياسي كما قال الأستاذ ماجد في البداية خبرتنا بالسياسي ضعيفة، تم قتل السياسي في سوريا، لا يوجد سياسي، يوجد سياسة القطب الواحد. المرحلة القادمة في سوريا هي مرحلة سياسية بامتياز، الخبز في سوريا سيكون سياسيا، هناك رجال أعمال سيكون لها أحزاب، هناك قوى وميليشيات ستكون لها أحزاب، هناك دول لا يمكن إنكار الدول، اليوم لا يمكن إلغاء المعارضة أيضا، لكي لا تخاف المعارضة، دولها الراعية لها هذه المعارضة ستحفظ حصتها، ما تخاف منا، نحن كلنا عم نحاول نعمله إنه نقول يا جماعة هذا صوت الشعب، هذا صوت الناس، هذا عاجبنا، هذا مو عاجبنا، لا أكثر ولا أقل، أصلا لا يوجد دولة داعمة حتى هذه اللحظة، ولن تدعمنا أحد، نحن مشروع شباب يكرهه الجميع. كما كرهنا في البداية، تم تحييدنا في البداية، تم دمجنا مع المعارضة كشباب ثورة، كل شباب الثورة، تكلم عن نفسي، تكلم عن كل الثوار في سوريا، تم دمجهم مع المعارضة بإطار قوة الثورة المعارضة، ثم حلقت المعارضة في مكان وتركت الثورة. اليوم أكبر جرائم تحدث اليوم تحت إطار من؟ تحت إطار اتفاق سوتشي الذي قامت ونحن اليوم اتفاق أسيتان. قل لي وائل، ونحن اليوم نسعى إلى ماذا نفعل؟ إلى ونحن اليوم، تفضل أكمل، أنتم اليوم ماذا تسعون إلى أمام كل هذا؟ ونحن اليوم نسعى إلى توحيد رؤية، لا توحيد، إلى إخراج وثيقة باختصار، إخراج وثيقة ثورية تثبت وتحدد ثوابت الثورة السورية والتي تنص على حل النظام الأمني والأسدي ضمن الأطر الشرعية والدولية 2254 والناص. أدعو جميع شباب الثورة، أدعو جميع الناشطين إلى القراءة المفصلة للقرار 2254 والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تؤدي إلى تغيير النظام في سوريا، وهذا حق واجب على كل شعب. طيب في قرار، في قرار بجنيف اللي عم تحكي عن 2254، شو فئت هذه الوثيقة؟ مين بده يعترف بهذه الوثيقة؟ القرار في جنيف يتم التحايل عليه الآن. نحن لا نتوجه لأحد، لا نتوجه للمعارضة، لا نتوجه للدولي، نحن نتوجه لشعبنا، نحن سنقف أمام شعبنا ولا شعبنا الحد الأدنى، أضعف الإيمان، حاولنا عم نعمل شيء، بثينا أقل روابط. ما الذي ترفضوه اليوم وائل أمام الناس كلها؟ ما الذي ترفضوه؟ هذا الإطار واللي بيطلع براته اللي بيخون مؤتمرات أستانة بحث اللجنة السورية اليوم، نرفض أي اتفاق
ستانا بالكامل مرفوضة، اللجنة الدستورية لوحدها مرفوضة بالكامل، لا يوجد إلا إطار 2-5-4 هو المقبول. نحن مع جنيف إذا حصلت، ولن تحصل حتى لهذه اللحظة كما هو واضح، نحن مع أي تغيير يمر بإطار الدولي والمشروع الدولي والقرار 2-5-4، لسنا مع التغييرات الآن. بعد ما جربنا كل أشكال العسكر، عرفنا أين نستغللنا كل الشعب السوري، تم استغلاله كل الشعب السوري، تم تهجيره، واليوم الدعم الدولي آتي. كل العالم يرى اليوم ابن أبواب الفاتيكان الآن في دمشق مع بشار الأسد، وبينما الشعب السوري في الخيام لا ينظر إليه أحد. نعم. من المعيب أن ننتقد شباب قام ليقف مع شعبه، قام ليقف مع ناسه، ثم نقول لهم مين وراك، مين دفع لك؟ لأن مشكلة المعارضة متعودة دائما يكون في مين وراها وفي مين دفع لها. أما نحن للأسف عم نحاول كل الفترة الماضية، أثبتنا وأثبت كل الشباب الموجودين ومن نزهتهم شباب المخيمات، اليوم في شباب بيحاكيني حيطه خيمة 2 سنتيمتر صار له 7 سنوات وهو معنا وشغال بالموضوع، زلمه مسكين يعني محقول منطقته يعني في لبنان. طب هاي الناس الموجوده حاليا عم تقاتل، هي بنت معارضه، معناها انتم بصدد يعني انشاء معناتها فنادق وابناء ابناء منظمه اغاثيه. يا وائل على هالحكي بما انك عم بتركز على المخيمات واللاجئين. ابدا نحن نعم منظمه اغاثيه سياسيه، نحن عم نحاول نقول يا جماعه بالحد الادنى السياسي، نحن جماعه عرفنا السياسه لم تعد سحكرا، السياسه على المعارض الفلاني الذي يذهب الى السفاره الفلانيه ليقبض راتبه وياخذ اوامره، ما هذا موضوع السياسه السوريه وحكر السياسه السوريه والثروه السوريه لم تعد كذلك. هناك شباب واعي عانى وتعلم واصبحت لديه خبرات، اصبح ياكل السياسه بالخبز، يفهم ما يحدث على الارض، يريد تغيير حقيقي، يريد ازاله النظام الامني والسياسي وعلى راسه بشار الأسد. طيب. نظام جديد في سوريا موحد على كامل الأراضي السورية، يرفض الانفصاليين بالكامل، كانوا أكراد وغير أكراد، إن كانوا تركمان وغير تركمان، يرفض أي انفصال، يرفض القاعدة بأشكالها إن كانت داعش ولا نصرة، ويصر على حياة ديمقراطية سياسية لكامل الشعب السوري، مسلم مسيحي أشوري كلداني من كل الجهات بكل الفئات. مفهوم وائل. أستاذ أشرف سؤالي لك كما ضيفي أشرف أبو الهول. 2011. طيب أستاذ أشرف، اليوم بفهم السياسة المصرية وموقفها من سوريا، هل هي ميالة أكثر برأيك؟ على الرغم من محاولاتها أن تقف في المنتصف، هل هي ميالة إلى الحفاظ على العلاقات الجيدة مع روسيا وهي أخذة بالتصاعد وبالتالي يعني النظام في سوريا وإيران، أم إلى المحيط العربي الخليجي والعلاقات أيضا الأخذة بالتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني دعني أقول لك شيء، مصر ميالة للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، هذا هو ما يحكمها. دعني أذكرك أنه يعني في وقت ما بعد ثورة 30 من يونيو الأمن القومي العربي إذن هي تعاني ضد الوجود الإيراني في سوريا. عفوا اسمعني أكمل. عندما كان كانت كل شو اسمعني أنا عم بسألك يا أستاذ أشرف، أنا عم بسمعك أكيد. نعم بس نوضح بعض النقاط. كانت كل الدول العربية يعني تريد الحسم العسكري في سوريا، مصر قالت لا، قالت لابد من الحفاظ على الدولة السورية، لا يجب تفتيت سوريا. وهنا يجب أن نفرق بين شيئين، الدولة السورية والنظام السوري. منذ متى كان النظام السوري صديقا لمصر في 20 سنة الماضية رغم وجود علاقات، حتى سواء في عهد مبارك أو بعد ثورة 25 يناير إلى أن قامت الثورة في سوريا لم يكن صديقا. هذه مواقف لمصر. يمكن كان ينتقد فهمها جيدا من تصريحات المسؤولين المصريين، بس اليوم يزايد على مصر والدور المصري. اليوم لا دولة سورية ولا نظام سوري أصلا، من يحكم في سوريا ويتحكم بمفاصل سوريا على كل الأصعدة، عسكريا سياسيا إغاثيا إنسانيا شو ما بدك اقتصاديا، ليس النظام السوري ولا الدولة السورية، لم يعد هناك شيء اسمه دولة سورية. ومن هنا أنا جاء سؤالي عن موضوع مصر وموقفها اليوم من المحاور، من الدول العظمى، من المحيط الإقليمي. مصر كما قلت لك لها محور واحد ومحيط واحد، هو محور الأمن القومي العربي. نحن ما زلنا نعتبر حتى الآن ومنذ الوحدة مع سوريا ومنذ التاريخ الغابر أن سوريا هي خط الدفاع الأول عن مصر. مصر وسوريا هم الذين قادوا الدفاع عن العالم العربي والعالم الإسلامي. ضيفك من الريحانية يقول أن النظام المصري كان يحاول تعويم نظام الأسد ثم تراجع. متى؟ هل لديه يعني تصريح واحد أو لديه يعني وثيقة واحدة أن مصر لا تبنى الأفكار السياسية وفهم الأسد؟ الواقع السياسي على التصريحات فقط يا أستاذ أشرف، وحضرتك يعني صحفي ومختص بهذا الشأن ومعك في هذا.
المسائل لا تقتصر على التصريحات. نعم، لكن هل كانت لديك معلومة موثقة أن مصر يعني تقاتل مع الأسد ضد الشعب السوري؟ لم يكن هذا واردا، وليس فقط لم يحدث، لم يكن واردا ولا يمكن أن يكون واردا. مشكلة الفصائل السورية أن كل فصيل من ليس معه يريد أن يكون ضده. ضيفك أيضا من الريحانية يقول أن مصر الآن تريد إخراج إيران من سوريا. يعني يبدو أنه لم يسمع عن اجتماع القدس الذي ضم نيكولاي بتروشيف مستشار الأمن القومي الروسي، وجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الذين اجتمعوا من أجل يعني رسم سوريا مستقبلا، وإبعاد عن إيران، وإبعاد إيران عن سوريا. من قام بذلك هم الروس والأمريكان والإسرائيليين، وليس مصر. طيب، مصر لا تتدخل. مفهوم أستاذ أشرف، سامحني على أن أكتفي معك بهذا القدر لأنه مضى عندي وقت للحلقة، انتهى وقتي معك، بعطي دقيقة دقيقة ونص أيضا. فراس، بس بشكل موجز. الله يخليك فراس، تفضل. أيوة أسمعك. تمام، أنا فقط تعقيبا على كلام ضيفك، أنا من القاهرة، أنا لم أقل أن مصر تريد إخراج إيران من سوريا، وإنما قلت أن هناك حراك تقوده عواصم معروفة من أجل ذلك، ومعروف أن النظام المصري هو ينفذ هذه الأجندة، هو يعني لا يستطيع أن يرسم مثل هذه الأجندات، هو ينفذ مخرجات مؤتمر تل أبيب ويسعى لأن يلعب بالورقة. مش هذا مش موضوع الحلقة، بتعرف يا فراس، ركزي على موضوع الحلقة. اسمه مؤتمر القدس، بدي أخذ منك دقيقة باختصار. النقطة ولا علاقة لمصر به، ومصر لا تنفذ مخرجات الآخرين. طيب أستاذ أشرف، لي ضيفك، أنا لم أقاطع، فقط لو سمح لي أكمل فراس، أكمل. الأمر الآخر، إجابة على سؤال الموقف المصري، كان هناك تصريحات من أمين العام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط قبل فترة يتحدث فيها عن أن الأجواء مؤهلة لعودة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية، ثم اختلفت التصريحات تماما بعد زيارة. طيب هذا فيما يتعلق بموقف مصر، بما يتعلق وائل رد على النقاط ووضح لك الجهود اللي عم يعملوا فيها حاليا، عندك تعقيب باختصار بس لأنه خلص وقت الحلقة يا فراس؟ تمام، انا اول نقطه ارفض يعني حصرنا في ثنائيه اما مع تركيا او اما مع ذاك الطرف. نحن الان ان كنا نتحدث عن الموقف التركي فنتحدث عن موقف الدولة الوحيدة تقريبا اليوم التي تعلن صراحة ضرورة رحيل النظام السوري بكافة رموزه. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أنا لا أدري أي شباب ثورة تم دعوتهم وأي ورقة ثورية ستخرج، إن كان غالبية الشباب علينا السوري الثوري في الداخل أو الذي يتنقل. الجهود مستمرة، لنفهم أكثر، هو ما أعطاني ولا اسم حتى الآن. نحن طبعا بالتأكيد، خلاصة الكلام، نحن نتمنى بالتأكيد أن تكون هذه الجهود من أجل التخفيف عن معاناة اللاجئين ومن أجل مساعدة الشعب السوري، وسندعم هذه الجهود في حال كانت انطبقت على أرض الواقع، لكن إن كانت هي مجرد إيجاد منصة جديدة ليتم لاحقا المطالبة لها بحصة أو مقعد، وثم تخرج علينا روسيا لتقول المعارضة مشرذمة وبالتالي لا بديل عن الأسد، فبالتأكيد نحن لسنا مع هذه الجهود ولا ندعمها. مفهوم. أستاذ ماجد، تركتك للأخير وكمان هيك باختصار أرجوك، اليوم المشهد صار واضح قدامك اليوم، هل بالنسبة لأداء المعارضة، تحدثت كثير عن أداء المعارضة، تحدثت كثير عن كوارث والمعارضة وأخطائها وما أوصلتنا إليه المعارضة السورية، إن كانت حتى ولا تحمل كل وذر ما يحدث حاليا في سوريا، بالتأكيد يعني المجرم الأساسي معروف، من يقتل ويدمر ويهجر معروف، اليوم هذه نظرتك بشكل عام اليوم، هل هذه الخطوات بالطريق الصحيح من أجل التصحيح؟ يجب التمييز بين أمرين، يعني للأخ وائل والمشاهدين، بين الحفاظ على هيكل إطار مرجعي أعلى للمعارضة للثورة السورية ليكون هذا الائتلاف، ليكون هيئة التفاوض، وبين التحركات لدفع هذه الأطور أو هذا الإطار المرجعي للدفاع عن حقوق الثورة وعن حقوق الناس. يعني ممكن التحرك من أسفل للقول أنه لا حل سياسي إلا برحيل النظام بإعلان جنيف بقرار 2254، هذا جيد، لكن الإطار يجب ألا نمس الإطار لكي حتى لا يكون
تشكيك بتمثيل معارضة. الأمر الآخر يعني أنا أفهم أن هاي هتكون منصة القاهرة باء مثلا، إذا كانت منصة القاهرة ألف رفضت الحديث عن رحيل النظام، منصة القاهرة باء شو هتعمل؟ ورغم ذلك أنا حكون سعيد إذا بصير اجتماع في القاهرة ويتم الخروج بورقة ثورية تتحدث عن رحيل النظام، وأنه لا يمكن الوصول إلى أي تسوية لأي سلام مع هذا النظام اللي قتل مليون سوري واللي دمر البلد واللي سلمها للغزاة. أيضا علينا أن ننتظر جديدة ومهمة جدا أيضا، أنه بعد ما شعروا الأمريكان والإسرائيليين أن الروس بصدد قبول معادلة إخراج إيران مقابل بقاء النظام، المعادلة بطرحها روسيا أنه نبقى النظام مقابل خروج إيران، طوروا المعادلة الأمريكان والإسرائيليين قالوا أنه بنبقى إذا المعادلة هي إخراج إيران ليس فقط من سوريا أيضا من لبنان والعراق، لكن تعرف أنه قصة بقاء النظام صعب ترويجها أمام الرأي العام الغربي، صعب ترويجها حتى في الولايات المتحدة حتى في واشنطن ترامب الآن، يعني صعب تعويم النظام على الشعب السوري على الثوار السورية أن يتحركوا، لكن يجب أن ينتبهوا على الأقل أن يستفيدوا من تجربة إخوانهم الشوام في جنوب سوريا الفلسطينيين، لا يجب المساس بالشرعية بشرعية تمثيل جسم المعارضة، أما أي تحركات فلا بد لا بأس بها للضغط على هذه الأجسام لكي تقوم بدورها الأساسي. منصة ستكون منصة القاهرة بقى أنا أعتقد، وحكون سعيد إذا يخرج عنها ورقة ثورية رغم أن أعتقد أنه النظام لا يسمح بأن يخرج أي شيء ثوري من القاهرة. مجد عزام الباحث والمحلل السياسي، سامحني على المقاطعة، انتهى وقت البرنامج، توجهات انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك مجد عزام ضيفي من اسطنبول، شكرا للأستاذ فراس فحام الباحث السياسي من الريحانية التركية، كل الشكر للأستاذ أشرف أبو الهول المختص في شؤون الشرق الأوسط ومدير تحرير في صحيفة الأهرام، كان معنا مباشرة من العاصمة القاهرة، شكرا للأستاذ وائل الخالدي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من العاصمة باريس، الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، غدا حلقة جديدة إن شاء الله وتفاصيل جديدة، إلى اللقاء.